الاسم ديالي رزوق شعيب، تمارا سكن في هالحارت، فسميتو في دوار بالمكي، والخدمة ديالي تنخدم في المرشي ديال هالحارت ديال 70. ودابا ملي تسد هاد المرشي نهار 16 مارس وانا جالس ما خدامش، هاد المرشي مسدود وانا الحالة ضعيفة ومريض، تنعاني من المرض، انا داير جوج عمليات على الكبدة، دابا حاليا شادني السياتيك من رمضان، انا حتى الدواء ما لقيت باش نشريه. الله راه معاونيني غير هاد الناس مساكن في المرشي هنايا، راه كاين الليله اللي كان بات هنا ما تلقاش حتى باش نمشي، ما نقدرش نمشي حتى للدار. كاين ناس محسنين هنا كيجيبوا لي الحيمات، يجيبوا لي الخضيره، تعطوني باش نشري الخبز. انا حاليا دابا الولاد ديالي، المراه ديالي دابا راه مشات، راه في الدار البيضاء، جات البنت اللي داتها، البنت الكبيره، انا عندي ثلاثه البنات، البنت الكبيره مجوجه، وهي اللي جات دابا 20 يوم باش دات المراه ديالي والولاد، ما لقيت ما نصير عليهم. الله غالب، انا تنعيش من هذا المرشي، ومش راه حنا سنين، راه 40 عام حنا تنعيشوا في هذه الجوطيه، وليت الله هو هذا. انا دابا مريض، تنعاني من المرض، راه عندي الراس ما تنعش، وعندي سياتيك، راه غير المحسنين تيشروا لي الدواء. المهنه ديالي تنعمر بريردات ديالتي هنا في المرشي، انا معروف هنايا، معروف تنعمراتي بريردات ديالتي، عارفيني كل شيء، لا قياده ولا كل شيء. وحتى ديك التعاونيه اللي كانوا عطاونا ديال العماله، ديك القفوات اللي فرقوا على الناس، انا ما وصلتنيش، وصلتني البركه ديال سيدنا الله ينصرو، جاوني جوج مرات، جاتني 16 في 16. انا حاليا بنتي دابا عندها 25 عام، تتعاني من المرض ديال القلب. مشيت ديتها للسويسي ندوز ليها، قال لك خصك دير لها ليريم من يولونس، انا ما عنديش الصحة باش غندير لها هاد المليون ونص، فينا هو؟ ها هي البنت دابا هي اللي هزة اختها الكبيرة، هي دابا راه دات هاد السبيطار، باش غندي انا لهاد السبيطار هذا باش غنداويها؟ الله غالب، طلبوا من الله وجلالة الملك الحسن الثاني سيدنا الله ينصرو محمد السادس، ونطلب الله، راه ربي اللي غيشوف فينا. الحالة الوضعية راه هي هادي، راه من هنا تنعيش انايا، راه ما عندي لا منضة، ما عندي ملك، راه ساكن غير بالركة، ما عندي لا ملك لا والو. الحياة ديالنا عايشين في هاد الجوطية، راه تازغبة ما كاينة بوجهي. المهنة ديالي كنت نبيع ونشري في الخضرة في الأول، ملي قللت الصحة ديالي درت هاد القهيوة هنا، تنعمر بريدات ديالاتي للناس وعايش معاهم. كاين الناس كيجيو عندي هنايا بلا ما نبيع ما نشري معاه، تيكاين المسكين اللي كيدور معايا، ودابا راه حنا في حالة لا ورثة لها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.